مشاهدي شاشة الشروق الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة من أمسيات ظلال الأصيل في يوم الخميس نهاية الأسبوع، اللي دائما بنسعد جدا بأنه نلتقيكم فيها وأنتم تتنسموا الإجازة ويوم الجمعة اليوم اللي بيكون فيه وكل الأسرة هي مجمعة حوالين بعضها البعض. نحن بنحييكم من خلال هذه المساحة المسائية اللي بتجمع بيننا وبينكم، وزي ما تعودتوا كل يوم خميس بنجيكم بفقرات متنوعة ومتجددة بنتجول فيها في الحديقة الكبيرة للفن السوداني والإبداع السوداني بمختلف ضروبه الفكرية والمعنوية والودانية والنفسية والروحية. احنا بنحاول نديكم مساحة حرة من الاستمتاع والمتعة نمشي فيها ابتداء بالدوبات. ناس كثيرة تعودت من خلال يوم الخميس انه يكون معانا الدوبات وبنمشي للبطانة زي ما بنمشي لكل ربوع السودان الحبيب بمختلف فقراتنا المتنوعة، لكن المساحات المتجددة بيننا وبينكم دايما اللي بتجمع من خلال الأغنيات السودانية والأغنية السودانية وشعراء الأغنية السودانية والملحنين السودانيين اللي تجلوا على مر العصور وعلى مر الأجيال في إنهم يرفدوا مكتبة الفن السوداني والغناء السوداني بالعديد من المساحات الإبداعية المتفردة. ما يفوتنا في المساحة دي إنه إحنا نترحم على الأستاذ الشاعر الكبير والصحفي فضل الله محمد، ونحن الذكرى الثالثة بتمر على رحيله، وأكيد هو أعطى ورفد الكثير وكان العطاء أجزله من خلال مجموعة من الأعمال اللي تغنى بها الفنان الكبير محمد وردي ومحمد الأمين وغيره من الفنانين، واللي لا زالت حتى الآن هي أعمال باقية، وكثير من الفنانين الآخرين منهم بالتأكيد أبو قطاطي ودمدني وأبو قطاطي اللي يمكن ما ذكر أغنيات الحقيبة وما ذكرت أجيال متعاقبة من الشعراء السودانيين إلا وكان لأبو قطاطي نصيبه.